وتنحكي عن سماعات هيدسيت، دايما بيخطر على بالنا شركات معينه تكون من الاوائل اللي موجوده بخياراتنا للشراء. اول ومن الاول الاختيارات اللي بدها تكون هي سوني. طيب سوني حلوه تمام، ولكن السعر يا ايهاب، انا بقول لكم انه هالمره جايب لكم سماعات من سوني اقل من 100 دولار، اقل بكثير من 100 دولار، ولكن حتعطي اداء سوني. خلينا نشوف مع بعض مراجعة كاملة لأرخص سماعات محترمة، ونسميها محترمة. فيك تلاقي سماعات عادي بس هون تعطي صوت سوني. هون عم نحكي عن سوني، أنا بدي أقرأ لأنه دائما سوني بيسموا أسامي السماعات عندهم غريبة عجيبة. WHCH520. هلأ وراح أقول 520 بس، ومش هقول بقية السطر الكامل هاي. أهم المميزات 50 ساعة بالضاين من شحنة واحدة، وأكيد قلت لكم السعر أقل من 100 دولار بمنيح. تعرفوا السعر قديه؟ كنت تابعوا لآخر الحلقة مع مستر تيك إيهاب سالم. قبل ما تبدأوا لا تنسوا اشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، وخلينا ننطلق بسماعات محترفة ورخيصة. خلينا نتفق على شغلة، انه ما نقارن ال WF1005 مثلا، X5، اكيد انا قلت الاسم غلط، لانه هدول السماعات المفضلين تبعوني تبعون السفر بهدول، لانه هون عم نحكي عن سماعات هي انت عم تبدأ تستعمل شيء محترف. كتير هلأ من الخصائص حاشوف بالأخير أنا شو القصص اللي قلتها واللي ما قلتها. العلبة مبدئياً صغيرة، هلأ أنا فتحت العلبة أكيد وجربتها، ما فيها شيء غير إنه هيدا اللينكس أو شو هو تايب سي شاحن وكتيب ما حتفتحوه في محل هون هيك عاملينه الباركود، كرمال حابين تعرفوا أوبشنز أكتر ومعلومات أكتر عن السماعات أو أحضروا مستر تيك بالأخير. انتبهنا انه ما في حافظة للسماعات، لانه اكيد عم نحكي عن شيء كتير رخيص، فمش حاطين حافظة لها وحطينا مثل ما هي. جاي بلونين، لون مش ابيض، هو لون هي جاي بلونين، لون اسود ولون تاني، بس اللون التاني رح حط لكم اياه، بس مش يعني هو يمكن يكون جراي فاتح شوي، مش حافتي. شوفوا الصورة، هذا التصميم تبعه، شايف حبيبه مصور السوني المعروف الستايل تبع السيستم تبع هون، جايين عنا هيك تتحط على الاذن محل بيطعج عنا وبتبرم عنا 180 درجه. المواد المستخدمه البلاستيك مش كتير فخمه لانه بنحكي بالسعر الاخير، ولكن منيحه. محل السفنج اللي شايفينه هون كرمال اذا عم تحط السماعه، ركز معي هون، ركز معي هون، احطها هون انا. هلا عندك ليفت ورايت، هيدا الرايت، ف مش ان اير، اون اير على الاذن، شايفها؟ فجايه بتسكر فتحه الاذن على قد مع هيدا السفنج اللي فرجيتكم اياه من فوق. فللرياضه، هلا انا عليت صوت شوي يمكن لانه ضغطين على الاذن، للرياضه ولاستعمال بالجيم كتير منيحه، لل تعتلو هم انه يكون تقيلة وزنها. بخصوص موضوع الوزن اللي عنا اياه اذا استعملوها كتير، 144 جرام بس. ف يا جماعة ممكن تنسوها على اذنكم وانتو ماشيين. حسب ما مكتوبة بالعلبة وبالهيك بالخط العريض، انه 50 ساعة استعمال من شحنة واحدة. يعني انا بتجربتي ضاينت معي ورقم كتير كبير، ضاينت معي تقريبا 35 ساعة. بدي اتذكر، بدي اذكر شغلة، ما فيها نويز كانسليشن تفعل او تلغي النويز كانسليشن، يعني استعمال المكثف اللي عندي اياه ضاينت معي تقريبا فوق ال 35 يوم واكتر، مش حضلك عم تستعملها، ولكن هون حسب تجربتهم هي الاكتر 50 ساعة استعمال من شحنة واحدة. فينا نقرنها او نوصلها على الهاتف واللابتوب بنفس الوقت، بغض النظر شو نوع الهاتف اللي انتم عم تستعملوه او شو نوع اللابتوب اللي عم تستعملوه. يعني احنا بنحكي اثنين ايكو سيستم موصولين بنفس الوقت بنفس السماعه.
السماعة بتدعم الـ SBC والـ AAC وما بتدعم الـ LDAC. الأشخاص اللي بتستعمل الصوت وعندها خبرة بالصوت تفهم أكيد أكتر عن هذا الموضوع. إذا بدكم تفسير أكتر اكتبوا لي هيك بالتعليقات أحط لكم شو الفرق بينهم هدول كلهم. شغلة ثانية كمان تقول يمكن ما عجبتني إنه جماعة السماعات ما فيها مخرج لـ 3.5. يعني أنا إذا عندي كيبل مش موجود، ولكن نستعيد عن هذا الشيء بأنه سماعة وايرلس وبتضاين مثل ما حاطين هن يعني بين 35 لـ 50 ساعة. فإذا حابين توصلوه عن طريق شاحن التايب سي اللي هو هنا اللي بيشحن هون عندي، أو عن طريق 3.5 مش موجود، مش موجود 3.5، بس استعملوها هيك مثل ما هي، عكس اللي كانت موجودة قبل اللي هي الـ 520 كان في عندها، هيدي لا مش موجودة. الكبسات أو التاتش يعني عن طريق استعمل فوليوم اب، وكان هذا مش موجود، ولكن موجودين كبسات فعليه الفوليوم والباور وزر الاقتران، كل شيء موجود عندنا اياه هاي الميله. استعمال سوني ل 30 مليمتر راح يعطينا اداء ثابت بالصوت. ما نتوقع انه ناخذ البيس الواو الفظيع، ولكن اداء متوسط بسعر رخيص سوني. بضلك بالاخير عم تحكي انك عم تسمع صوت سوني، ولكن الناس اللي بتحب البيس القوي الغير شكل، هاي سماعة مش لكم. هاي سماعة ممكن تستعملها للاتصال، للموسيقى، الأساسيات اللي موجودة بالسعر اللي رح أقوله بالآخر. عن طريق أبليكيشن الموجود اللي على هواتف الأندرويد وهواتف الآيفون، مثل ما شايفين هون هاتف لكم اسم الأبليكيشن هيدفونز، اسمه هيدفونز. فعن طريق هذا الهيدفون، خلينا بس ندور الهيدفون أول شيء دغري. شفت بين عندي الفوليوم كونكت كونكتينج، وفينا نستعمل او نغير بالبيس او مش بالبيس، لانه مش كتير في بيس موجود، لكن فينا نعمل سيت اب اللي احنا بيريحنا، نعلي الترابل شوي ننزل. فعن طريق هذا الشيء هون اللي شايفينه فينا نعمل السيستم او الستايل تبعنا بسماع الموسيقى. بفرجينا قديش فيه بالبطاريه، ليكو عندي بعدي 100% بالنسبه للبطاريه. اقتران جهازين مع بعض اللي حكيته شوي فينا نفعله عن طريق الابليكيشن او نطفي. ما بعرف ليش عاملين هذا الشيء، المفروض يكون موجود بلت ان دغري، لكن هون بتكبس له يا بدي اقرن الاثنين عن طريق الابليكيشن، غير طريقه ما فينا. واكيد فينا نتحكم بالموسيقى، فينا مجرد ما احنا نعمل كونكت على الهاتف او نوصله على الهاتف بيقول لي بدي ابديت، بيطلب منك ايام انك تصور اذنك وانك تفرجي الشيب تبع الاذن كرمال يعطيك افضل صوت. هذا الشيء انا ما عملته. فعن طريق ابلكيشن فينا مثل ما فرجيتكم نستعمل او نستخدم كل شيء بالسماعات. مبدئيا هذا الشيء كل شيء مبدئيا. في شيء بعد حكيناه او ايكوالايزر قلناه، الكونكشن مالتي كونكشن، فينا نشحن 3 دقائق بس تيعطينا ساعة ونص بالتايب سي من الاستعمال. يعني تخيلوا انتوا اذا مستعجلين رايحين مشوار او رايحين تعملوا رياضة، فشحنوا السماعة 3 دقائق بيعطوكوا استعمال ساعة ونص مع فويس اسيستنت. قديش سعره؟ سامعين سعره بالاسواق 200 درهم او 199 درهم بس. رقم يعني ما بعرف اذا سوني عم تربح من هيدا الشيء ولا لا، لكن رقم كتير حلو بالنسبة لنوعية الصوت والكواليتي والماتيريال اللي عم يستعملوها سوني بهيدي السماعات. الأشخاص اللي بالسبور وركض وكذا قلب انكسر أو شو مش عتلان هم إنك بتخسر 200 درهم أو حتى حط بالدولار قديش. هل هو خيار حلو وخيار جيد لشخص لأول مرة أو تاني مرة، أو لشخص بستعمل هيدسيت كتير ومش عتلان هم البطارية؟ هذا كان كل شيء لليوم مع سوني WHCH520. زغرولكم الأسامي شوية سوني، إذا في شيء نسيت تقولوا ذكروني إياه بالتعليقات أو سؤال عندكم إياه. وإذا عجبكم الحلقة لايك، اشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، إذا ما عجبكم الحلقة سلام.